ده انا كنت صايح صايح جامد قوي. اصحى يا سيكتوفي، اطلع مش طالع. يا ربي تخلي الفار. انا عارف ان انتوا هترجعوا لي بنتي من غير ولا مديم. حسن دايما اقول له انا اللي اكتشفتك، لان انا كنت سبب بعد ربنا في ان هو يبدا يشتغل في كل الافلام ومع كل الجيل، بقى هو اللي لازم يكون العمود الفقري للفيلم يعني.